إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان، نربط بكم اتصال مجددا من فاس. أكيد حواجز يتم وضعها الآن في الشوارع ديال مدينة فاس من أجل استعداد للاحتفالات بطبيعة الحال اللي غترفها شوارع المدينة بطبيعة الحال في حالة انتصار المنتخب الوطني المغربي. كتشوفوا لي باريير اللي تم وضعها في الجنبات ديال الطريق هنا في شارع الابن عبد الله وشارع الحسن الثاني، مجموعة من لي باريير يتم وضعها الآن من أجل استعداد الاحتفالات. أكيد إلا فاز المنتخب الوطني المغربي على تنزانيا فأكيد غيخرجوا المغاربة للشوارع من أجل الاحتفال على غرار كأس العالم. أكيد وكيفاش كان الاحتفالات كتكرس في الشوارع المغربية بعد النصر على الفرق العالمية والكبيرة، فأكيد محق حقيقي للمنتخب الوطني المغربي في المقابلة أمام تنزانيا اللي أكيد الكل كينتظر على الساعة السادسة انتظار انطلاق المقابلة في الكوت ديفوار. وشفتوا كيفاش الجماهير المغربية تتجه نحو الملعب هناك في الكوت ديفوار، وكذلك على مستوى المدن المغربية مقاهي تستعد، المنازل تتزين بالرايات والأعلام الوطنية، وذكرنا هالشي بكأس العالم في قطر ملحمة اللي أكيد شرفوا المغاربة يعني المنتخب الوطني المغربي والأسود أكيد اللي كنرفعوا لهم القبعة لما قدموه لمنتخبنا المغربي. إذا كتشوفوا وضع حواجز هنا على مستوى شارع الابن عبد الله وكذلك شارع الحسن الثاني، غنقربكم الأجواء متابعينا الكرام، وكل المقاهي فهي مملوءة عن آخرها، ساعة ونصف بل أزيد من ذلك ساعتين على انطلاق المقابلة. ان شاء الله باذن الله الا كان الفوز فاكيد الجماهير غتخرج واكيد الساكنه غتخرج على غرار كاس العالم وغتحتفل. كيكون احتفالات اللي كتسبق كنتمناو خير، ما غنسبقوش على السب الليله، وانما كنقول بان ان شاء الله الا كان ربح غيحتفلوا المنتخب الوطني المغربي. اذا مجموعه من لي بارير اللي تم وضعها في الجنبات ديال الطريق استعدادا يعني الاحتفالات متوقعه لما لا، فلكان الربح فأكيد من حق المغاربة على أنهم يحتفلوا فمن أجل ربما تنظيم عملية المرور. تم وضع هاد لي بارير، مجموعة من لي بارير هنا، كاين كذلك في الرومبوان ديال الكرة الأرضية، غنقربكم كذلك من شارع الحسن الثاني، هاهما لي بارير هنا، غنضربوا الرومبوان هنا، هاهما لي بارير، شاهدوا معنا، هاهما لي بارير وضعهم في الجنبات ديال الطريق. وغنهبطوا معكم حتى الحسن الثاني وحنا كنتواجدوا في الكره الارضيه اكيد في شارع الجيش الملكي مول في طريق الطرق ما بين الجيش الملكي والحسن الثاني. الكل كيستعد لربما باش لانه غيتفرج في المنتخب الوطني المغربي العديد من ساكنه فاس اللي غيتجهوا للمقاهي. المقاهي قلت كاين اللي مريزيرفي، كاين اللي ملوا على اخره، كاين اللي عاد كيعمروا، فاكيد كل الدعم والمسانده. هما لي بارير كتشوفوهم في جنبات الطريق. هنا كيبقى ماتش مهم بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، هو البدايه ديالو في كاس افريقيا، واللي اكيد الفوز في هذه المقابله الاولى امام تنزانيا فغيكون حافز بالنسبه للعناصر الوطنيه من اجل تقديم اداء مقنع وجيد، لان دابا الظروف ديال كاس افريقيا ماشي هي الظروف ديال قطر. كنعرفوا المناخ راكم شفتوا درجه الحراره يعني مرتفعه في الكوت ديفوار. العناصر الوطنية أكيد تأضبطات ودارت يعني أكيد استعدادات قبل انطلاق فعاليات يعني الكأس إفريقيا، وأكيد الناخب الوطني فهو استعد رفقة العناصر الوطنية من أجل تقديم أداء مشرف، وكانوا اختيار يعني ديال التشكيلة اللي أكيد ممكن لأنها تبني البلاء الحسن في كأس إفريقيا، فكل التوفيق للعناصر الوطنية واكيد كل الدعم والمسانده. والجماهير المغربيه كتنتظر نتيجه ايجابيه اللي تفرحها وتخرج الشوارع تحتفل اكيد بالنصر ان شاء الله باذن الله. كاين لي بارير اللي رصدتهم الكاميرا والعدسه ديالنا قبل لحظات هنا كذلك على مستوى شارع الحسن الثاني، كاين لي بارير في الساحه ديال لافياط البلايص اللي كتعمر بالناس في حاله لكان ربما الانتصار ان شاء الله باذن الله، وهادشي اللي كنأملو كيبقى مجرد توقع ومزيان يكون استعدادات في هذا الاطار هذا. فشنو هي التوقعات ديالكم نتيجة ديال المقابلة؟ نتمنى الكل يتفاعل معايا. وكيفاش دايرة الأجواء في المدن ديالكم؟ واش لاحظتوا بأن لربما أجواء كأنك في مونديال قطر؟ تفكرنا ذاك الأجواء ديال الحماس اللي كانت في مونديال قطر. هما كاينين لي بارير هنا على مستوى شارع الحسن الثاني،
حنا غنضربوا الدوره مشى ملافيات وندورو وتشوفوا كذلك الاستعداد على مستوى لافيات. يعني اجواء حماسيه والكل كينتظر لحظه يعني انطلاق المقابله من اجل تشجيع منتخبنا الوطني، خاصه وان منتخبنا الوطني يعني في مونديال قطر فكانت واحد الاجواء اللي ستظل في ذاكره التاريخ، وبغينا نشوفوا يعني ذاك المشاهد تتكرر في كاس افريقيا. هذا كاس افريقيا ما خديناه من 76، فكل مغربي كيطمح لانه يتم تتويج هذه النخبة لأنها تستحق، لأن بقيادة وليد الركراكي وأكيد الجامعة الملكية لكرة القدم فهي جهزات وسخرات كل الوسائل اللوجستيكية والمادية والبشرية والتقنية من أجل مساندة منتخبنا الوطني بطبيعة الحال. ما قصروش من جهدهم الجامعة الملكية لكرة القدم، وفرت كل الظروف جمعية ديال الناشرين أكيد بقيادة السيد المدير دريس الشحتان السيد رئيس ديال الجمعية، كذلك اللي هو يترأس الوفد الإعلامي الكبير 140 صحفي اللي مشاو من أجل تغطية الأحداث هناك ومساندة المنتخب الوطني المغربي. فكل الظروف مواتية باش نجيبو الكأس إن شاء الله. أجي ندور معاكم تشوفوا كذلك، ها هما لي بارير هنا، شوفوا لي بارير هنا في لافيات، الساحة ديال لافيات أكيد رومبون ديال لافيات. فكيبقاو مجرد توقعات، والله يفرحنا يا رب. وجميل جدا باش نشوفوا هذا الحماس، كاين الجماهير المغربيه اللي مشتاقه وتنتظر وتتوقع على ربما الفوز ديال العناصر الوطنيه ان شاء الله. هما لي بارير كذلك هنا، شاهدوا معنا راه هما كنحاولوا نقربكم من الاجواء ديال الاستعدادات. يعني واحد الحركيه واحد الديناميه كتذكرنا بشكل كبير بمونديال قطر. شفت من الصباح والناس فين غتفرج، شنو غدير، شنو اللي كيشري التوني، اللي كيهضر مع وليداتو، اللي كيفيكسي مع صحابو، واش كنتفرجوا في القهوه الفلانيه ولا نتفرجوا في الدار، كل واحد شنو كيدير البروغرام ديالو. يعني كتحس بداك الديناميه وداك الحماس ودير ان الجماهير الفاسيه ما غتعاد يعني التجربه ديال مونديال قطر اللي مالها. لا متفق معك، لا ما غنسمعو ما غنسبقوش العرس بليله، ولكن عاوتاني في حاله، شوف في اطار ربما تكون الفعاليه حتى ان ربحنا ان شاء الله باذن الله، وكانت احتفالات تكون الامور منظمه، ماشي كلشي غيخرج، فما فيها ما تيكون الحدث الاستباقي، ماشي حتى يوقع الحدث عدة الساعات. حنا كل المغاربه كيأملوا خير باش اننا غيكون النتيجه ان شاء الله ايجابيه، وكنضلوا متفائلين، هو اللي بغى هو اللي وقع فمرحبا به، اللي جا من عند الله مرحبا به، غير اننا كمغاربه كلشي متفائل ان شاء الله باذن الله، لان عندنا الثقه في العناصر الوطنيه غيجيبوا الربح. شنو هي التوقعات ديالكم نتيجة ديال المقابلة؟ كل واحد يخلي لي التوقعات ديالو، واش المغرب غيربح؟ نتمنى الكل يتفاعل مع هذا اللايف. هما واحد لي بارير كذلك تم وضعهم هنا على مستوى شارع الحسن الثاني. انا قلت لكم يعني الاجواء ديال مونديال قطر، يعني كان التجربه ديال مونديال قطر تعاد في شوارع المدينه، لا في الاستعداد ولا في يعني في المقاهي اللي منظمه الامور وكذلك تستعد لاستقبال الجماهير. يعني اجواء حماسيه بامتياز مدينه فاس، فنتمنوا خير ان شاء الله باذن الله، نبقاو متفائلين وندعيو مع النخبة الوطنية بالتوفيق في هذا المحك الحقيقي أمام تنزانيا في دور المجموعات من كأس إفريقيا للأمم.
يعني خاصة في السونتر فيل ديال المدينة، في مركز المدينة، في شارع الحسن الثاني علال بن عبد الله جيش ملكي، فهنا فين كتشمل كتكون الاحتفالات أكيد بعد المقابلات ديال المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر، فكل مقابلات لعبات سوس ربحات، فكان كيكونوا المواطنين المغاربة أكيد خارجين الشارع كيحتفلوا وكيشجعوا المنتخب الوطني المغربي. وكنتمناو اليوم التوفيق اكيد التشكيله ديال المنتخب، عندنا عناصر في المستوى المطلوب اكيد اللي ممكن لانهم يجيبوا الربح ويفوزوا على منتخبات قويه. منتخب تنزانيا اكيد ماشي منتخب سهل، ولكن في متناول منتخب وطن المغرب. هما الحواجز هنا كما كتشاهدوا، في جنبات الطريق يتم وضع لي بارير. كاين كيقول حتى يخلق عند سمو عبد الرزاق واش شوف حلاك يعني الجهات المسؤوله راه كدير اللي عليها، وكما على الله عز وجل راه خصنا نديرو، ماشي حتى ماشي عاوتاني حتى نسميو عبد الرزاق غادي يخلق، راه خصنا نديرو الترتيبات تكون مقاده في حاله ما كان تيصار وخرجوا المغاربه يحتفلوا لقاو طرقا منظمين الامور مقاده مزيان. فهذه لربما كانت حدث السباقي، وما احوجنا يكون الحدث السباقي في كل شيء، في كل القطاعات يكون احداث سباقيه، ماشي تيخلق عاد نسميو عبد الرزاق. تحياتي للجميع، بالتوفيق للنخبه الوطنيه، حياكم الله. دابا نقول لكم الاجواء ان شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.